بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. في اللقاء الثالث عن الاستغفار، وقلنا أننا سنتحدث عن الاستغفار في منهج الأنبياء، إذ أن الاستغفار هو شعار الأنبياء والصالحين. ولعلنا عندما نتذاكر فيما بيننا يكون لنا فيما بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى عودة وتوبة، ولعل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يهدينا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم. منذ بدء الخليقة، منذ آدم عليه السلام، قد عرف الأنبياء وأولهم آدم الاستغفار. فها هو أبونا آدم وأمنا حواء عليهما السلام لما خالف أمر الله عز وجل وأزلهما الشيطان وأوقعهما في الخطأ، بادر بالاستغفار وبالتوبة والندم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونحن كذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، مقرين بذنوبنا، مقصرين في أمورنا وفي شؤوننا وفي طاعتنا، مذنبين، لكننا لا نيأس من رحمتك، نعرف أنك أنت الرب الغفور وأنت الرحيم الودود، فاغفر لنا وتب علينا يا رب العالمين. ها هو نوح عليه السلام حين سأل الله أن ينجي ابنه، عد هذا السؤال ذنبا يوجب الاستغفار، بل خشى نوح عليه السلام من الخسران، فقال، قال رب حاكيا عنه في سورة هود: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولا تجعلنا من الخاسرين. وها هو موسى عليه السلام عندما وقع في ذلك الذنب الخطأ، عندما وكز الفرعوني فقتله، قال ربي إني ظلمت نفسي، اعترف بخطئه، فاغفر لي، ثم طلب المغفرة، فجاء الرد من ربنا سبحانه وتعالى فغفر له، إنه سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: قال رب اغفر لي ولأخي، رب اغفر لي ولأمتي ولأمة الإسلام والمسلمين، قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. أنبياء الله عز وجل كلهم كانت ألسنتهم وقلوبهم تلهج بذكر الله عز وجل وبالاستغفار وبالعودة إليه. وهو أبو الأنبياء خليل الرحمن الذي قال الله عنه في القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا، يقول راجيا مغفرة من ربه سبحانه ومولاه، معددا أفضال ربنا عليه، يقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ها هم أنبياء الله عز وجل دائما في مقدمة الأمة كلها، يعلمون الناس منهجية الاستغفار والعودة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وها هو نبي الله يونس عليه السلام عندما ذهب مغاضبا من قومه، ثم كان أمر الله عز وجل أن يلتقطه الحوت، فنادى في الظلمات وهو مكروب في ظلمات ثلاث، يقول: لا إله إلا أنت، إقرار بوحدانيته، سبحانك بعظمته وقيوميته، إني كنت من الظالمين. فاعترف بوحدانية الله وقدرته وقيوميته، ثم بعد ذلك اعترف بذنبه، قال ربنا: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهو نبي الله سليمان ابن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا
لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ومن قبله أبوه داود عليه السلام يقول الله عز وجل في شأنه: وظن داود أنما فتناه اختبرناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. عاد إلى ربه ساجدا مستغفرا خائفا عائدا إليه راجيا منه رحمته سبحانه وتعالى. وهو نبي الله يعقوب عليه السلام عندما أتى أبناءه يطلبون المغفرة بعد جريمتهم في إلقاء يوسف في الجب، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي، إنه وحده هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وها هو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: والله والله، نبينا الصادق الأمين يقسم ويقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر الله عز وجل، يعلمنا طريق العودة وطريق الرجوع إلى الله رب العالمين. وأبو بكر رضي الله عنه يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. أبو بكر الصديق هو الرجل الثاني الذي يدخل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. يقول: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فيعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وها هو عمر وزير صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، فيقول: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، ادعو الله لي أن يغفر لي. كل ذلك من الأنبياء ومن الصحب الكرام يبين لنا حقيقة ما نحن فيه. يجب أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى مستغفرين بالقلوب قبل الألسن، بالسلوك قبل اللسان، بالمعاملة الطيبة، بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسول الله، داعين الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يكتبنا مع الأبرار، إنه على ذلك قدير كريم. اللهم آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.